العديد من الإجراءات التي اتخذتها البلديات في تونس للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، من ذلك تعقيم المنشآت العمومية والمحطات ووسائل النقل العمومي وغيرها. البلدية تدخل في أي فضاء يستحق أن ندخل فيه، بالأساس الفضاءات اللي فيها عدد كبير من الزوار، اللي فيها إمكانية أن تنجم تكون ملوثة بالفيروس هذايا، على غرار المحطات، على غرار الديسبنسير وبعض المستشفيات من المؤسسات العمومية، المنشآت العمومية، بعض الوزارات، الثكنات، أي مجال ينجم يكونوا فما برشا ناس يدخلوا ويخرجوا. اليوم دخلنا حتى التاكسي الجماعي، لانه البارح صار شويه جدل فيما يخص وسائل النقل. بدينا من البارح حتى في بعض الحافلات، اليوم حافلات المترو، سيارات النقل الجماعي، اي واحد يستحقنا رانا موجودين على ذمه سكان بلدية تونس وزوارها. التعاون بين السلطات الجهوية لتوحيد الجهود الرامية إلى الحد من الفيروس والصرامة في اتخاذ القرارات تجاه المخالفين للقانون إلى جانب نشر الوعي في صفوف المواطنين هي من أهم النقاط التي تسعى البلديات إلى فرضها. بالنسبة لنا احنا البارحة كان عندنا اجتماع رؤساء البلديات في المجلس الجهوي، ممكن رفعنا سقف الحذر، اي وحدنا الاجراءات فيما يخص ولاية تونس، وحدنا الاجراءات ما بين بلديات تونس، معناها 8 بلديات في تونس، وحدنا الاجراءات المتخذة. التنسيق يتم مباشرة مع البلديات، وكما قلت فما مطالب، فما اتصالات بالهاتف، حطينا رقم كيف على ذمة المواطنين اذا كان فما إخلالات فيما يخص شروط حفظ الصحة، فما نقص كبير في الإمكانيات البشرية اللي تخلينا ندخلوا في كل الفضاءات اللي مطلوب أنه نتواجدوا فيها، ولكن نعملوا اللي نقدروا عليه اليوم باش من ناحية نطمنوا الناس اللي هم متواجدين في تلك المناطق وأنه راو تنجم تحمي روحك، إلى جانب التعقيم المستمر. مهم جدا أنه نقوم بحملات التحسيس. كنتوا تشوفوا اللي احنا في تواجدنا في الحملة هذية كانت فما المضخمات الصوت اللي تحث الناس على ضرورة أنهم يقعدوا في ديارهم، اللي ما يستحقش باش يخرج مش لازم يخرج، انه يعتمد نظافه اليدين، يعتمد الديزانفيكتون، انه كل ممكن الاجراءات اللي تنجم تحميه وكانه حامل المرض وتحميه من غيره وكانه غيره حامل المرض. امام محدوديه الامكانيات الماديه المرصوده تبقى المسؤوليه الاكبر لدى المواطن الذي يجب ان يتقيد بشروط الصحه وملازمه البيت والابتعاد عن الاماكن المكتظه.